هاي الأسرة مكونة لخمس أفراد، والأسرة هاي عبارة عن زوجي، زوجي مريض وأنا مريضة، زوجي معاه صدر قوية، وابني عنده الحوض، مشكلة في الحوض وأنا مش قادرة أعالجه، وبنتي يعني بنتي عندها بردك مشاكل، وابني عنده فقر دم اللي هو الأنيميا، وأنا مش أنا معي ضغط ومعي سكر ومعي زلال، وأنا مش قادرة أعالج نفسي كمان لحتى إني أعالج جوزي. أنا معي صدر قوية وبقدرش أشرب الماء، يعني أي حاجة ممكن يجيبوني بأسعاف على الضغينة، ما بقدرش على الشغل بالمرة، يعني فيش تنفس عندي كويس، يعني أي مجهود بسويه بتعب على طول، بغفي بقدرش، لا مفيش، ما بقدرش أنا كيف شغل، ما شغل أنا بقدرش عليها. جوزي ما بيشتغل، جوزي قاعد لا بطلع ولا بنزل، مريض معاه السدر الرئوية، بطلعش ولا بنزل، بضله تعبان، يعني اقصى حد يعني بياخذ الكمامه، بياخذ البخاخه هذه حياته، يعني انا هذول جوزي بياخذهم، يعني انا حاطه كل العلاج هذا كله الي، هذا عشان انا بضل معي التهابات، العلاج هذا وهذول البخاخات لجوزي، جوزي بياخذهم دائما، يعني بياخذهم هذول ولازم ياخذهم، اذا هو ما اخذهمش بينخنق. أنا البيت اللي أنا ساكنة فيه لا مهوى ولا فيش هوا إله، كل شباك واحد، وبيتي على الشارع، غرفة بمطبخ بحمام في قلب الغرفة، وفيش ملجأ، فيش هوا، فيش تنفس إله. بعدين أنا بنخنق كتير كتير بالصيف، يعني أنا بتشتت، بقعد على باب الدار شوية هيك، بحس حالي مخنوقة، بردك نفس الإشي، بيتي غرفة بمطبخ بحمام مخنوقين في قلب البيت، فيش ملجأ إلنا، فيش مكان، يعني فيش هوا، بخشش لنا هواء ولا بخش لنا شمس ولا بخش لنا شيء، بيتنا كله رطوبة. البيت هذا مش ملكي اصلا، قاعد فيه زيك انا، وقبل يقطعوني من يعني طردوني منه، كنت بقعد على البحر، قعدت البحر مشكلة هنا، كيف تقعد على البحر وكيف ارض حكومة وكلام زي هذا، طيب وين ابو؟ اذا انا بوطني ومش عارف وين ابو؟ فيش وين ما وين فيش مكان، يعني انا وطني هنا، يعني وين بدي اروح انا؟ قاعدون في ارض، نت في اي حاجة قاعدون، يعني مش مشكلة، وين بدي اقعد يعني عند الدول الثانية؟ هذا وطني، هذه غزة وطني بيقعد فيها أنا، في أرض، في خيمة، في أي حاجة، ما بدي أقعد فيها أنا، يعني بخيمة، بأي حاجة بقعد فيها، ما بقول لك هنا ممنوع، صار شو، طب ونروح؟ إذا ممنوع في قبل بلدي وين أروح؟ في فترة من الفترات طردونا من قلب البيت، فإحنا أنا حكيت لجوزي تعال نروح نعمل خيمة على البحر ونقعد فيها، فاللي هو حكى لي إنه يعني لو إحنا حطينا خيمة على البحر راح يضربوك ويطردوك برا، اللي هم البلدية راح يضربونا ويطردونا برا البحر، يعني هذا بحر مش يعني للخيمه ولا ملجا للناس. قلت له طب احنا شو نعمل؟ يعني من فتره من الفترات بردك انطردنا في الشارع، احنا انطردنا من الشارع وما صارش لنا ملجا، غير انا قعدت اترجى اهل الخير وناس يعني رجعوني على البيت، رجعوني في الغرفه مش مشكله، رجعوني فيها. أنا وضعي كتير كتير صعب، لا عندي ثلاجة ولا عندي غسالة ولا عندي غاز، ما عنديش إشي، أنا بستخدم النار، أنا لما يكون ليش عندي غاز ولا في عندي إشي بستخدم النار لأولادي، يعني هو العصر أيام زمان كان يستخدم النار، هلقيتها فيش حد بيستخدم النار، لكن أنا والله العظيم بستخدم النار، أنا بدي ثلاجة، بدي غسالة، بدي أكل لأولادي، أهم إشي أكل لأولادي إنهم يأكلوا، أنا ابني بطلب مني الحاجة معيش أجيب له، من وين أجيب له؟ انا حتى بحكي لابني انا من وين اجيب لك يا ماما، انا معيش، من وين اجيب له؟ بجيبش له بصراحه، يعني بجد انا بجيبش له، من وين اجيب له؟ حتى ابني بيطلب مني شيبسي، بيطلب مني حاجه زي الاطفال، معيش، بقول له من وين اجيب له؟
وابوه ما بيشتغلش، ابوه قاعد، وانا لا بطلع ولا بنزل ولا بروح ولا بجي. اقسم بالله اوقات بنام الليل وانا بعيط، اقسم بالله مش كده. عندي اطفال، ابني ما راحش روضه، ابني الاول بصف اول هلا ما راحش لا روضه ولا بستان ولا شيء، ما راحش حاجه. وابني الثاني هلا الاصول التمهيدي ما راحش، فيش معنى ما صار نوديه. ابوه معه الشكل واحد، بشوف اولادنا اقل من الناس بكثير، يعني ما مش عايشين اولاد اصلا، يعني انظلموا معي، بحسهم مظلومين كثير معي، يعني انا بحسهم مظلومين، مزاش اولاد صغار بيشتغلوا وبيجيبوا بودي، اولادي ما بسويش حاجه، حسهم زي الايتام، يعني ما هم الايتام واحد. يعني احنا في رمضان واكل وشرب وما فيش عنا، وجاي علينا عيد وبدهم كسوه وبدهم اواعي وبدهم لبس، من وين اجيب لهم؟ يعني انا الي سنين هلا بكسيش اولادي، نفسي اولادي يفرحوا، نفسي، يعني انا بحط في امنيتي ان اولادي يفرحوا، بتمنى اولادي يفرحوا، بتمنى اولادي يجيهم لعبه، بتمنى اولادي يجيهم اواعي، بتمنى اولادي يجيهم اكل، بتمنى يطلعوا زي هالصغار، بتمنى يفرحوا، بتمنى أشوف فرحة على عينيهم، بتمنى أشوف فرحة على طمهم زي هالولاد الصغار. بيجيني من عند المؤن، المؤن انا باخذ الطحين تبعنا اللي بيجيني وبيجيث اولادي، بس لكن بكفهمش لانهم هم خسفوه كثير عنا، بكفهمش. بعدين انا يعني بخلي بشكل الجبنه يكفيهم ويكفيني كمان، انا وجوزي كمان يكفينا سوا كلنا. يا اما برش لهم دقه يا اما زعتر، بجيب شكل دقه بشكل زعتر بكفيهم طول اليوم. بس بيقولوا لي، هما بيقولوا لي ماما جيبي لنا دجاجة طبخي لنا، بقول لهم ما فيش يا ماما، من وين؟ بيقولوا لي ماما نفسنا بالفراولة، بقول لهم من وين؟ نفسنا بالموز بالجاج، والله العظيم بيقولوا لي نفسنا يا ماما بالحلو، نفسنا بحاجة، بقول لهم من وين يا ماما اجيب لكم؟ ما فيش، ان شاء الله الله بيبعت واجيب لك. نفسي اخذ هالناس شيء، يعني لو اي حاجة لحمة حاجة دجاجة اجيبها للاولاد، بس مش انا بديش اكل اولادي دجاجة حاجة شيء طعم الاولاد، بس انا بديش اكل، انا مش طالب اكل، ما بديش اكل ولا اشرب اي حاجه باكل انا، بس هم الصغار هم اللي بيطلبوا من الواحد شيء، وانت معكش بلا ما اخذ بياخذ طعميهم، صعب كثير يعني، اما انا اي حاجه باكل. انا لما ابني بيطلب مني موزه ولا بيطلب مني توم بتالم من جوا، انا مش كده، مش قادر اطلب ابني، انا مش قادر البي لهم، انا مش قادر البي لاولادي ولا موزه ولا تفاحه ولا شيء، حتى نص شيكل حاجه بقدرش البي لهم، من وين؟ من وين البي لهم؟ لا ابوهم بيشتغل ولا انا بشتغل، ما لهم مش حدا يعطيهم. لما انا اكون ماشي بالسوق وابني يقول لي يابا بدي موز ولا تفاح وانا معيش، بتمنى الموت قبل هذا الطلب، بتمنى ان اموت قبل ما اطلب الكلام هذا، لانه ما فيش، ايش بدي اسوي؟ اصرق ولا انا ولا ايش اسوي؟ ما فيش، فبتمنى الموت احسن من ما يطلب مني ولد طلب زي هذا.
احنا في رمضان في شهر رمضان في سيارات بيطلعوا فيهم في الشارع فيهم ضواي وبضوا في الليل وبنبسط فيهم. يعني ابني بتهيأ لانه بده يركبها بقول لي ماما بدي اركبها. بقول للولد ركبه يا حبيبي وكمان شويه يعني هيك لف لفه صغيره وجيبه. بقول لي لا انا بدي شيكل. بقول له من وين اجيب لك؟ معيش. لما بطلب ابني الشيكل نص شيكل ولا الشيكل مني ابني بغش على بلوية انا بزعل كثير يعني بتقصر يعني ما فيش منين اجيب له يعني ما فيش منين اجيب ما فيش يعني ما فيش شغل ما فيش عمل انا بقدرش اشتغل اصلا. فبحس يعني بنخنق لما ابني يقول بده نص شيك ولا حاجه بقدرش اجيب له يعني صعب كثير علي يعني. واحد متوفي بقول والله ابو ميت يعني خلاص يعني فيش عتب وفيش حاجه. اما ابو عايش ما اخذه وحلم تعبان زي هيك صعب علي كثير. صحيح والله صعبه. اللي مصبرني انا على هذه الحياه صبرني اولادي. اولادي وبنتي كمان بديش اياها تتشتت في الشوارع ولا ابني بدي اياه يتشتت في الشوارع. عندي ولدين وعندي بنت عيانين. يعني انا هذا اللي مصبرني على هالحياه انه ربنا هيعطيني. انا وضعي مش واضح هذا. فوق ما تتخيل انا حدينا بعضه يعني صار. فيش حد زيي زي ما انا، فيش حد زيي بقدر غزه كله، في زيي بس انا وضعي تعبان بالمرض. ما فيش يعني على الفاضي ما فيش. فيش لا في شيء ما فيش شيء بالمرض. كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. فلسطين حابين نديك مبلغ مقدم من الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون بقيمه 500 دولار. اهلا وسهلا فيكم وبارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. انا بشكر تلفزيون فلسطين على تقديم الهديه هذه ال 500 دولار لاني انا ان شاء الله باذن الله تعالى راح اذهب للسوق فيها اتسوق لاولادي واجيب لهم دجاج واجيب لهم كل ما يحتاجوه وباذن الله تعالى بارك الله فيهم وفي ميزان حسناتهم ان شاء الله. Thank you.